ما جربت، بس خليني كذا اتخيل نفسي، يعني مثلا فناني المفضل ابغى ادخل حفلته باي وسيله باي شكل. طبعا مالي الا السوق السوداء. ترى شوف، السوق السوداء للاسف هذا واقع موجود على مستوى العالم كله، ما تقدر تلغيه. طالما التذكره تباع من خلال برنامج فمتاحه للكل يعني، وتجار السوق السوداء يعني بيستغلوا هالظروف. يعني كانت حفلات مهمة أو مباريات مهمة ما تقدر تلغي، موجود السوق هذا.